بعد 4 انتصارات وهزيمة وحيدة للنادي الافريقي من أجل التأكيد ومن أجل إسعاد جماهيره العريضة اللي مثلت الاستثناء في الآونة الأخيرة بدعمها المتواصل ووقوفها مع ناديها في ظل الأزمة الإدارية والمالية الصعبة. الشبيبة القيروانية في وضعية صعبة بدورها، لكن على مستوى النتائج 4 هزائم وانتصار وحيد والتدارك أكثر من ضروري. مباراة دون حضور جمهور وبإدارة الحكم نضال الطيب. شوط أول غابت فيها الفرص، سيطرة ميدانية عقيمة للنادي الإفريقي لم يجد من خلالها أبناء المدرب الأسعد الدريدي الحلول الهجومية لمباغة المنافس اللي كان متمركز كيف ما يلزم في مناطقه وكان قريب من مباغة السياف دقيقة الأخرى بعد محاولة كان وراءها ياسين الصالح. آخر الفرص فيها الشوط كانت للنادي الإفريقي دون تغيير على مستوى النتيجة 0-0 في 45 دقيقة أولى. مع بداية الشوط الثاني رفع النادي الإفريقي في النسق، مختار بالخيثري وزع رأسية ياسين الشميخي بامتياز يحولها علي الفريوي للركنية. حارس جياسكا علي الفريوي ما كملش اللقاء بسبب الإصابة ويخلي مكانه للحارس يوسف السعيد. جوستك لي حبيت نقدم شوية وكي صاحبي ضربها كي وخرت تاني كي وخرت عمتك البق حسيت لدكتور متاعك اللي تقطع شوية إن شاء الله غدوة ولا من بعد مشي نعمل فهمتني ليكو ونشوفوا شنو بالضبط. ركنية للنادي الإفريقي، زهير الذويدي نفذ، بصيرو كومباوري بالرأس، إباغة السعيدي، واحد بلاش في 56 دقيقة لعب. سبعة وخمسين دقيقة لعب، هجوم عكس سريع للسياق، كرة من زهير الذويدي في اتجاه ياسين الشميخي، يتجاوز المدافع، يحضر البصيرو كومباوري اللي يتمكن من مضاعفة النتيجة ويسجل الثنائي له في اللقاء. النادي الإفريقي في هالفترة خلق عدد الفرص وقلق برشا دفاع جياسكا. مخالفة زهير الذويدي ينفذ، يوسف السعيد يحول الكرة للركنية. ركنية للإفريقي، الذويدي يوزع وبصيرو كان قريب من تثليث النتيجة. الشماخي بمجهود كبير يحضر البصيرو والمدافع أحمد عمار يدخل. الشبيبة ورغم التغييرات اللي قام بها المدرب مراد العقبي فإنها لن تجد الحلول. أمام فريق كان مصر على تحقيق 3 نقاط، حمزة العقر بيسدد قوية والسعيدي يتصدي يحط الكرة ركنية. ثم مطالبة بضرب جزاء من مختار بالخيثر، لكن الحكم نضال الطيب يطلب مواصلة اللعب. النادي الإفريقي ينتصر أمام شبيبة القيروان بفضل ثنائية بصيرو كومباوري. انتصار هو الخامس للسيام منذ انطلاقة الموسم مقابل هزيمة 5 لجياسكا ووضعية صعبة يعيشها الفريق على مستوى النتائج. والأزمة متاع النتائج تجي للفرق الكل، يا اما بدايه الموسم ولا وسط الموسم ولا اخر الموسم. الشبيبه في العاده تستفيق ديما اخر الموسم. احنا سعينا باش نعملوا فريق فيه المقاومات نتاع الرصيد البشري الباهي المحترم على اساس باش نلقاو المردود. للاسف اليوم الجوله الخامسه ومازال معنا الفريق، مازال فينا بعض اخلالات يلزمنا نصلحوهم والمردود الفردي يلزم يرتقي اكثر باش النجم ان شاء الله يسوفي دون فيكتوار بروشينمون نرجع لسكت انتصارات ان شاء الله. اليوم من العبيض اللي ظهروا اللي هما حاضرين 100% باش يفرحوا جمهورهم بعد الاكسيون اللي صارت من الجمهور نتاعنا. ظهر لي قلت للملعبيه الناس هذيا معناها اللي عملت اللي هذا الكل واللي وقفت ورا جمعيتها واللي اعطاها من صحته ومن ماله يلزمنا نعملوا لهم رياكسيون ويلزمنا نكونوا في المستوى معناها اوموا الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه.